تطلع المحكمة على قرار الحكم. نعم أستاذ، سؤال. ولو أطلت على هيئة المحكمة، لقد أكدت عناصر معروفة من أبناء الدجيل لدى مرور موكب المتهم صدام حسين أثناء زيارته لمدينة الدجيل بالقرب من أحد البساتين. لقد أكدت عناصر معروفة من أبناء الدجيل وتكررت هذه المعلومة لدى مرور موكب المتهم صدام حسين أثناء زيارته لمدينة الدجيل بالقرب من أحد البساتين. يعني ما شاءت ما شاء صدام حسين قائدك ورئيسك 30 سنة يا ابن الظهرات، اسماء معروفة صارت تحتاج إلى تعريف خسر. لا أريد أن أرد عليك، أترك المحكمة. تفضل أستاذ، استمر تفضل. السؤال تحديدا، بالقرب من أحد البساتين المطلة على الشارع الرئيسي في المدينة قام عنصران من أزلام النظام السابق والمرتبطين بجهاز حزب البعث المنحل بإطلاق عدد من الإطلاقات النارية من رشاشة كلام كلاشينكوف من داخل البستان، وأن هذان العنصران معروفان ومشخصان من أبناء الدجيل. هل يمكن الشاهد توضيح هذه الواقعة أمام هيئة المحكمة؟ ومن هذان الشخصان اللذان قاما بذلك؟ وشكرا. تفضل.